اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم من جديد. برنامج الملف الاحمر عبر قناتكم خليجيه وعبر ايضا اثير روتانا اف ام، وبصحبه الاستاذ عبد الله الزاع والاستاذ خالد معمر والاستاذ سعود الترجم. الكثير من الاسئله اللي وصلتني عبر الاس ام اس وعبر التويتر ايضا وايميل البرنامج بتطرق لها مع الزملاء. كثير من الاسئله المتعلقه ب هل الانديه الان بحاجه اعضاء شرف؟ هل الانديه الان بحاجه لاعضاء شرف؟ سعود، والله إذا قسمنا الأندية إلى جزئين، الخمسة الأندية هذولا اللي المدللة فرق الفي آي بي أو فرق أندية الحاكم بأمري اللي يدعم أمرا ويدعمها زي ما قلت تجار وهوامير وناس سمان يحتاجون أعضاء شرف، هذولا ما يحتاجون أعضاء شرف ولا هم بحاجة أصلا. عندهم أقل نادي عنده 30 مليون دخل رعاية وأعضاء شرف ما شاء الله. يعني اسال عبد الله الهزاع، لماذا غرمي ب 300,000؟ يعني لو شفت تصريحي قريب من تصريح رؤساء انديه اخرهم كان رئيس نادي هجر ولم يغرم، حذر، لكن انا ما كان في تحذير على طول غرامه. لا تغرم ثاني مره، يمكن ما كان اول مره، كان ثاني مره؟ لا اول مره. انا ما قد صدر فيني يعني صرحت بشيء وغرمت عليه او عقبت عليه وحتى تم تحذيري عليه، هذه أول مرة. أعدها الحين يدبلون. أسئلة كثيرة حقيقة ممكن تجي في سياق الحلقة وممكن لا، لكن أيضا على تويتر وعلى رسالة SMS تويتر كان جاي كثير أسئلة موجهة لك أبو سالم. ليش ما تحضر إلا مباريات النجوم؟ ليش ما تحضر إلا مباريات الناس الكبار التجار يعني، ما ولا تحضر مباريات الفرق الضعيفة؟ بالعكس، يعني على حسب وجودي في المملكة وفي المدينة وأحضر، بس أنا أكثر مباريات حضرتها كان حق فئة الشباب والناشئين. أبو طالب العقيلي يقول في أعضاء شرف في الاتحاد، بارك للبعض الخسارة من الأهلي نكاية بمنصور البلوي، وظهرت هذه الحادثة، هذه من ضمن الأمثلة اللي يعني اللي ممكن يتحدث عنها. في أسئلة كثيرة، نقول عبد الله الزاع يتكلم عن الإدارة، هذا الأخ فهد يعني الإدارة وهو مجامل لنادي عاصمي على حساب القادسية، هو أدرى وش أقصد يعني. أنا إذا بجامل يقصد يعني اللي صار مع بيع لاعبين مع نادي النصر، لو جاملت ما كان راحوا بالمبالغ هذه. كان راح بدون المبالغ هذه؟ يعني بيكون بأقل، أو بالعكس أنا تمسكت بحق النادي وحاولت أني أوجد له يعني موارد تخلي النادي يغطي العجز المادي اللي موجود. يقول الأخ أحمد الفهد أنك أنت عبد الله الهزاع قاعد تحاول تلفت الأنظار عنك من ناحية بسبب الشباب، وبينما أنت قاعد يعني تفرط في موارد النادي الحقيقية وفي نجوم النادي. يعني كلامه مش صحيح، بالعكس احنا قاعدين نبني من تحت من 3 سنوات. الآن عندنا فئات سنية، عندنا براعم، عندنا ناشئين، عندنا شباب، عندنا أولمبي. الأساسيين في فريق الأولمبي هم اللي شاهدتوهم في أغلب مباريات الموسم هذا، وبالعكس احنا نتكلم من هذا فريق المستقبل للسنوات الجاية. ثانيا أنا بس أبغى أشير على موضوع الأندية وحاجات الأعضاء شرف من عدمها. إلى الآن ما ترسخ مفهوم الاستثمار الرياضي في الأندية. الاستثمار الرياضي في الأندية مو بني يبني مبنى وأخذ أجار، وهذا يعني ما راح يفيد النادي بشكل سليم. طيب سؤال أخير بس قبل ما تدخل نقطة هذه من الأخ سعد الهزاع، خضر القادسية، هل أخذت القادسية؟ خضر القادسية وضع هويته وحوله لتشريح لنادي النصر، أتمنى من أقصد هذه النقطة. بس خليني أكمل جزئيتي. الأندية لازم تذهب إلى الاستثمار الرياضي. الاستثمار الرياضي المنتجات اللي عندك، مخرجات الأندية هي لاعبين. المنتجات هذه أهم حاجة، مو يكون عندك عدد من اللاعبين جيدين وتفرط فيهم وما تحتهم بالبديل، بالعكس أنت تكثف الإنتاج، تحاول تخلي عندك قاعدة قوية وصلبة، في حين لما تفقد لاعب أو لاعبين أنت يكون عندك مدخول ينمي الباقي وتظل إلين توصل الاكتفاء الذاتي، يكون عندك موارد جيدة، الإنتاج ماشي بشكل جيد. الحمد لله الآن عندنا عدد كبير من اللاعبة في كقاعدة في النادي، يعني نعد لفريق المستقبل من اللي صعد من الشباب، من الناشئين للشباب، وإن شاء الله بعد سنة سنتين حتلاقيه يكون الفريق الأول في نادي القادسية. بس في الفترة هذه إحنا نحتاج إلى أن إحنا نعير أو نبيع بعض اللاعبين. إذا
ما وجدنا موارد اخرى في السنوات القادمه. يزيد الناصر يقول ان بوقاش قال انه رئيس نادي القادسيه كانت عندها الرغبه الانتقال للنصر، ما هو السبب؟ هل هذا صحيح؟ بوقاش قال انه انت كانت لديك الرغبه في اني انتقل لنادي النصر. ما سمعت التصريح هذا. طيب اروح اللقاء، لقاء اجري مع لاعب ايضا سابق اجرى زميلي تركي الداجم، يتمحور في هذا الامر اعتقد الكابتن محمد لطف، اجرانا مع هذا الحوار والحديث عن تجربته في هذا الجزء. دخلت النادي الهلال من غير ضجيج. نعم. وخرجت كذلك من غير ضجيج. ما هي الأسباب وجهة نظرك؟ هل في وجود أسباب معينة لخروجك من نادي الهلال أم ماذا؟ والله ما فيه، كان سبب الخلاف وابتعاد عن النادي وكان مقدم عقد طلبته من النادي يعني. فلقيت عدم جدية في الموضوع، كان ما لقيت إلا تجاهل في الموضوع يعني. يقال من مصادرنا تؤكد أنه محمد لطف سبب الرئيسي في ابتعاده عن تمثيل النادي الهلال هي كثرة السفريات إلى سوريا. قيل أنه متزوج، قيلوا أنه يعني على علاقة بحب في سوريا ويتردد من وقت إلى آخر إلى هناك. ما هو تعليقك على الموضوع؟ لا إشاعة، الزواج وعلاقة هذه إشاعة. وفعلا أنا أسافر يعني كل موسم، أسافر كل نهاية موسم أسافر يعني زي أي لاعب يعني نهاية موسم يسافر يعني. لكن من ناحية الزواج والعلاقة هذه إشاعة يعني طلعت، فاستغلت عن طريق النادي في استبعاد محمد لطف عن النادي يعني. في كل نادي لابد في أعضاء تدخل في تشكيلة الفريق يعني، وكل عضو له كذا لاعب يعني. في بعض اللاعبات اليوم مو مسنود من أي عضو يعني، وفي بعض اللاعبات اليوم مسنود من كذا عضو يعني، ويلعب عن طريق العضو يعني مو نظرية مدرب. في بعض اللاعبين يلعبون وله في قمة مستوى أو مو ذاك المستوى، لكن دام إنه مدعوم من عضو شرف أكيد راح يلعب يعني. من هم اللاعبين الذين من وجهة نظرك لعبوا مع الهلال أو بصفة خاصة أو مع أحد الأندية السعودية وكانوا مدعومين من أعضاء شرف رغم أن مستواهم لا يؤهلهم للعب كأساسي؟ عندك تركي القحطاني وبدر أبامي وفتركي الشايع وشويش الثنيان، هذول كانوا يلعبون بدعم من أعضاء الشرف. موقف حصل يعني في أثناء حصول النادي الهلال على بطولة العربية، وكنت أنا ما كنت موجود يعني من ضمن العشرين أو الثمانية وعشرين لاعب البطولة، فقررت الإدارة صرف مكافآت اللعيبة اللي كان في البطولة واللي خارج التشكيلة يعني. كنت أنا وخالد رشيد من ضمن الأسماء الموجودة في الكشف ومن ضمن الناس اللي تأخذ المكافأة. فتفاجأت أنا وتكلمت يعني مع فهد المصيبح في الموضوع ده، فقال لي أنت موجود اسمك من ضمن المتكفئ يعني بياخذوا مكافأة. فكان موجود عضو شرف في الإدارة اسمه ناصر العمار، طلع من مبلغ من جيبه في وقته وقدام فهد المصيبح وقدام اللعيبة 50,000، تقاسمت فيها أنا ويا خالد رشيد كل واحد 25,000، وإحنا ما خذينا من الإدارة ولا ريال. أنا ما أعرف كابتن فهد المصيبح، إيش بينك وبينه؟ والله ما بيني وبين لك الخير يعني. لا أنا ما لحد الآن وحديثي ذا معك أنا ما أدري ليش أنا تحربت يعني من فهد المصيبح يعني، إيش الأسباب ما أدري يعني. ما كان يتعامل معي حتى على خطأ يعني بالنصيحة أو بالتوجيه، كان يعني كان يعاقبني خطيا وخصم من الراتب يعني. يعني هو بالرغم عارف إن عندي ظروف وأمر بظروف يعني. في زمن سعود بن تركي ما لقيت يعني شخص او من اعضاء الشرف او كرئيس نادي او كاداري وقف معي حتى معنويا، ما كان فيه واقف معي معنويا الا منصور الاحمد يعني. بعض اللاعبين افشوا لك تقريبا انه المصيبح الجاي يعني قالها انه لن يلعب لطف ما دمت انا موجود. انا سمعت المقوله هذه، سمعت ولاحظتها يعني كثير استبعادي من تشكيلة النادي، مباراة مع النادي ضد النجمة، قدوم الله يذكره بالخير لاعب الشباب الخثران، استفادوا مني في مباريتين وبعدها استبعدوني عن النادي نهائيا في طلب، وطلبت التنسيق بدال يعني كانوا حيثبتوني في كشوفاتهم بدون ما أمارس الكورة يعني.
فأنا اللي أصريت وطلبت التنسيق من النادي. عبد الله الجمعان يعني كان يخطأ يعني يغيب نفس غيابي، يغاب باليومين ثلاثة ويرجع. المباراة تقصد عبد الله الجمعان المباراة الأخيرة مع من ذهب وكيف سافر؟ هذه زي ما طلع في الإعلام ترك للنادي وسافر مع منصور البلوي خارج المملكة ورجع وزي سلام عليكم ورجع مثل الفريق. عندك غياب خالد عزيز في الفترة الحالية تغاضى عنه أكثر من مرة وتجديد عقد معه سافر وين سافر خالد عزيز؟ خالد عزيز برضو سافر لدبي لدبي مع منصور البلوي وكان من حاس في ليلة المعسكر يعني في ليلة مباراة النهائي مع الاتحاد على ما سمعت أنه تغاضى يعني مليون؟ تقريبا مليون ريال؟ مليون ريال هذا اللي أنا سمعته من داخل البيت. في لعيبة جالسين ويلعبون من أيام ما كنا نلعب موجودين يلعبون لحد الآن. في حسين عندك عبد الغني عندك خالد عزيز لحد الآن كلهم هذول يلعبون لك بدعم أكيد مسنود من عضو شرف قوي. بندر بن محمد على حسب مصادر اللي تؤكد انه يوجد له حزب ضد الامير عبد الحميد سعد بحكم قربك من البيت الهلالي كيف تشوف الموضوع هذا؟ والله لان الامير بندر كان مرشح للرئاسه ف على ما سمعت بسبه تلفون تغير الوضع وترشح عبد الحميد بن سعد يعني اثناء الاجتماع. والله من واحد مسؤول كبير يعني في البلد جاء تلفون وغير النظام هذا كان بدل كان التصويت لبندر بن محمد فتغير بسبب التلفون تغير لعبد الرحمن بن سعد. وهذا السبب انه بدر محمد الى الان لم يزل انه في حرب بارده مع الامير عبد الرحمن بن سعد. نعم هذا هو اللي واضح حاليا للملا يعني للجمهور يعني. من هو بوجهه نظرك ضحيه الكابتن سامي الجابر من اللاعبين؟ والله اشوف ياسر انتقال النادي العين يعني شيء يعني مفاجئ يعني بحط اشوف ان سامي لان الاحظ ان سامي الدعية عقب مشكلته مع سامي عدم دخوله للتمرين في وقت سفر النادي خالد عزيز نقول خالد عزيز بسبب اخطاء بغيابه يعني وهذا هو كان المفروض من اول مثل ما خطا نفس خطا يعني اعطوه تمادى فليش التمادي فشاله يعني بعد صبر بس كان يرجع بسبب أعضاء. والله سامي هو أساسا من أول يعني محبوب للجمهور ومن الأعضاء يعني من سبب لباقته وما شاء الله يعني فلما لاحظنا لما صار إداري يعني تغير الأسلوب وصار في دعم له وعبد الرحمن بن مساعد معطيه الصلاحية يعني تقول سامي الجابر هو الرئيس وهو الإداري. عضو شرف هلالي تقول له حسبي الله ونعم الوكيل سعود بن تركي وإداري فادم صبيح. من هو العضو الشرف اللي تمنيت أن تلعب تحت رئاسته وتكون يعني شيء هذا كنت سعيد لو حصل معك؟ لو كان رئيس نادي فادم محمد. من هو المدرب الذي لم يستطع أي عضو شرف التدخل في تشكيلته أو في أراءه أو في سياسته؟ يردنسكو. هل تعتقد أن لغة المال هي ترمتر لأعضاء الشرف؟ يعني اللي زايد ماله حتى لو كان له يملك أي يعني خطة رياضية أو سياسة رياضية هو المتحكم في النادي؟ فعلا في الدعم المادي يخليك تتحكم في النادي ويكون لك قرار في النادي وقرارك يمشي ورأيك يمشي إذا صار عندك دعم مادي. لكن تيجي تفرض رأي وأنت ما عندك دعم مادي ما راح يأخذ بقرارك. شكرا أقول للمرحوم عبد الرحمن بن سعيد في وقفته معي في الظرف. مشكور لكم على اللقاء هذا خليتوني أطلع شيء أنا كنت أبغى أتكلم فيه من زمان. الحديث الكابتن محمد لطف اللي كان لاعب دولي سابق أيضا نحترم كل الشخصيات الاعتبارية اللي ذكرت وكل أعضاء الشرف أو رؤساء أندية ولكن وجهة نظر والحق أيضا للجميع للرد ليس معنا ما تحدث به صحيحا ولكن هذا ما حصل في ربما كشاهد على العصر بالنسبة لكابتن محمد لطف ولكن
أكيد ليس كل ربما كل ما ذكر صحيح هي وجهة نظرة، نحترم كل الشخصيات اللي ذكرت أسماءها، وأعود وأكرر أن هناك صراعات داخل الأندية حتى أن اللاعبين أصبحوا يحسون بها، أن هذا اللاعب مدعوم، هذا اللاعب غير مدعوم، وهذا اللاعب عضو شرف داعم، وهذا اللاعب إداري يحاربه، هل هذا واقعنا أيضا؟ والله أنا أعلق كرد بسيط على مختصر على لطف، يقول الشاعر لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق إن لم تسعد الحال. يعني هو يدين نفسه، يدين نفسه، لا مستوى ولا خلق ولا صحيح. هو بنفسه هنا يقول، يقارن نفسه بعزيز، يقول أنا سويت زي ما سوى عزيز ويعاقب، فيقارن نفسه بالأسوأ. ثانيا نصدق الحقيقة أو نصدق لطف؟ يعني كرئيس نادي أو كمدرب أو يبحث عن الأفضل أو يبحث عن إنسان، يعني أنت ليش ما ثبت، ليش ما حافظت عنه، وين رحت يا لطف صراحة؟ يعني وين رحت، لأي نادي رحت؟ النادي منافس ولا رحت النادي نجومية؟ يعني هذه سياسة المفلسين. اللاعب متى ما أفلس وأفل نجمه لازم يخترق. أنا محارب، رئيس النادي حاربا، في تفرقة بين اللاعبين، في يا عمي من تكلم عليه أنت إنسان، يعني كرئيس نادي أو كمسؤول أهم حاجة أنت ورقة من أوراقه كلاعب، ورقة من أوراق الرئيس، ورقة من أوراق المدرب، يلعب ورقة قوية ويلعب ورقة ضعيفة، يعني المنطق يقول كذا. وجالس تقارن نفسك بسامي الجابر، سامي الجابر يعني إنسان غير يعني غير أكثر الرياضيين، إنسان مؤهل، كفاءة، مستوى، خلق، يعني وعي، ثقافة. جاي الأخ ليش سامي الجابر وليش فهد مصيبيح وليش ما تقول أنت وش سويت صراحة، وليش الهلال تمسك بك يعني فترة معينة لما كنت على مستوى وعلى خلق، وليش فرط بك؟ يعني يجب أن يسأل اللاعب نفسه، والجماهير الرياضية يسألون، يعني هل من البساطة نادي ورقة جيدة يتركه؟ أي لاعب يترك النادي لابد ما في شيء إلا لاعب فيه دفع. خالد عزيز الآن هو لاعب كبير ويلعب في نادي النصر، ولكن بسأل عن مروره من خلال نادي الشباب، وانتقل من الهلال إلى الشباب ثم إلى النصر. خلني أعلق يعني زي ما تفضل أخوي بطلال على كلام لطف، اللي يعتقد أنه يعني حديث لا يودي ولا يجيب، يعني قال وقال وما أدري إيش. المعروف طبعا يعني الأمير سعود بن تركي يعني من أبرز يعني الشخصيات الرياضية، من الناس المتميزين في رئاسة مر على فعل تاريخ الهلال، من الناس المتميزين في رئاسة إداريا خلقا، يعني رجل بكل يعني كل السمات الحسنة الحقيقة والله الحمد، الله يسلمه ويعطيه الصحة، يعني رجل من أطيب الناس وأرقى الناس، لكنه أعتقد أنه ها لكنه لطف يعني وجد فينا سيد فهد المصيبيح من أميز الإداريين والناس يعني اللي خدموا يعني نادي الهلال أو الرياضة السعودية، يعني في عدة مواقع ومناصب، يعني شخصيات أنا أتصور أنه يعني محمد لطف يعني طلع ليبرر لنفسه، ولكنه أدان نفسه زي ما تفضل أبو طلال. أحترم كل وجهات النظر، أحترم كل وجهات النظر، وجهة نظر أبو طلال، وجهة نظرك أبو محمد. بعد الفاصل أعود من جديد، هناك أيضا تجارب أخرى حول هذا اللاعب مدعوم أو غير مدعوم، تدخلات أعضاء الشرف، تدخلات بعض المحسوبين على الأندية والإداريين أيضا، ودخلهم في الصراعات حتى مع اللاعبين. بعد الفاصل اهلا وسهلا بكم، اسعد بصحبتكم في الجزء الاخير من هذا البرنامج الملف الاحمر، وبصحبه الاستاذ عبد الله الزاع وخالد المعمر وسعود الترجم عبر روتانا خليجيه وايضا عبر اثير روتانا اف ام. من جديد قبل ما انتقل الى الحلول ولكن فيما تبقى لدي من وقت، لكن خلينا نتحدث عن جزئيه هامه داخل الصراعات داخل الانديه ايضا، ما يتعلق باللاعبين واعضاء الشرف واللاعبين والاداريين ايضا والحروب اللي داخل اداره النادي. مثلا ابو محمد انا دخلت اتكلم عن جزئيه الان عبد العطيف انتهى وضعه وانتقل الى القادسيه، ولكن كان ايضا من ضمن الامثله المطروحه انه يعتقد ان هناك من يحاربه داخل النادي ويعتقد من هناك ان غيره مدعوم. هذه امثله حيه نواجهها في الانديه. يعني انا سمعت القادسيه والله شوف طول عمر عبده طيب، طبعا امسيه بالخير و يعني احييه على اصراره وعودته المشاركه يعني مع ناديه الجديد الاتحاد.
لاعب عبدو عطيف لاعب يعني نادي الاتحاد. انا قلت القادسيه يمكن عشان موجود عندي ساعه اعتذر نادي الاتحاد. عبدو عطيف الحقيقه يعني رجل من الناس اللي يتميزون باصراره باحترافيته. المرحله اللي يعني واكبت انتقال عبدو عطيف كانت مرحله بعد الاصابه. لا انا اضرب في مثل كنوع من ما اعتقد انه في احد هو شوف طال عمرك يعني هذه انا اعتبرها يعني تجربه متميزه. يعني كان فيه سمو بين رئيس النادي الاستاذ خالد البلطان وبين اللاعب عبد عطيف كنجم ولاعب محترف في انه يطبق مبدا الاحتراف بشكل جميل جدا. اعطى الفرصه للاعب طالما انه يرغب في الانتقال وشراء عقده فتح المجال بكل اريحيه وبدون اي شروط انك تروح لهالنادي ولا تروح لهالنادي. لا اعمل اختيارك وحدد أين تريد أن تنتقل لأنه هذا الاحتراف. فأنا يعني أعتقد أنه هذه تجربة متميزة سواء لما تبناها الأستاذ خالد البلطان في أنه يعطي اللاعب حرية الانتقال عندما كانت هذه الرغبة عنده. واللاعب عبد عطيف نجم كبير وأعتقد أنه يشكل إضافة كبيرة لنادي الاتحاد اللي إن شاء الله نتمنى للتوفيق معه. الأخ غيث العمري يقول هزاع رئيس يعمل من أجل القادسية ولو كان يريد خدمة النصر لكان السهلاوي بأرخص الأسعار. يعني أيضا عشان ما تقول بس نجيب لضدك نجيب معك لضدك يعني من كل الاتجاهات. لكن تبقى هذه حقيقة أن اللاعبين في صراع أيضا أو يدخلون من ضمن منظومة الصراع في الأندية سواء كان مدعوم أو غير مدعوم كما يعتقد هو. ولكن تحصل أبو مشعل بس قضية الـ 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 يعني الـ 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 العلاج لهالمشكلة عندما تكون مشكلة أو قناعة عند لاعب اللاعب قد يخطئ ويصيب. لكن احتواء المشكلة بالنسبة لإدارة النادي فإنها تساعد اللاعب على أنه يكون في الطريق السليم اللي يخدمه ويخدم مصلحة النادي وخدمة النادي في مشاركته. إذا وجد لاعب مثلا زي ما أنه لخصها لطف بالغيابات المتكررة والطويلة هذا لن يخدم النادي. هذا لن يخدم النادي. هو يعني تعقيب على كلام محمد كلام جميل جدا خاصة موضوع عطيف لأنه كان يعني فعلا التفاهم على مصلحة النادي ومصلحة اللاعب ففيه نوع من الاحترافية. وهذه على فكرة يمكن تلاقيها موجودة في عدد من الأندية ويمكن ومع عدد من اللاعبين لكن مش موجودة في البعض الآخر. أحيانا ما تكون مصلحة مالية فقط تكون مصلحة برضه أمور معينة داخل تحافظ على داخل التنظيم داخل الفريق وداخل النادي يعني مصلحة النادي أخلاقيا بعض الناس يقيسها مادية. أحيانا أنت تتنازل عن أمور مادية معينة لنجم معين يسبب لك قلق داخل الفريق وممكن تخسر نجوم آخرين صراحة. وفي جزء آخر مهم جدا اللاعب ممكن يكون بحاجة إلى عرض مادي جيد على أساس حياته أسرته يعني جانب إنساني يمكن أنا يعني في نادي يمكن ما توفر له الجانب هذا لكن انتقاله نادي آخر يمثل نقلة في الجانب المادي له لأسرته وهذه حصلت في عدد كبير من اللاعبين يعني يتساوى النادي وحق مشروع أيضا وحق مشروع يعني لازم تطلع يعني تنظر لمصلحة النادي في نفس الوقت برضو يعني مصلحة اللاعب يعني زي ما صار مع عقد السهلاوي. أنا كنادي استفدت مثلا 25 مليون اللاعب استفاد 8 مليون يعني هذه أنا يعني مش مسألة أني أجامل أحد على حساب الآخر أو لا لا النادي استفاد واللاعب استفاد تعديل مسار حياة طبعا في والفترة هذه فترة اللاعب إذا ما استفاد في الفترة هذه من عمره في تأمين مستقبله متى حيأمن مستقبله وانت عالم احتراف. في أعتقد اجتماع كبير في القادسية سيتم خلال هذا الأسبوع وجه دعوة لأكثر من 100 شخص. هل هذا بالتنسيق مع إدارة النادي أو أنه عمل ضد إدارة النادي؟ لا لا تم التواصل مع الأمين عام النادي أن التجمع هذا يهدف إلى تأسيس المجلس الشرفي ويكون في مكتب تنفيذي وبالعكس يتواصل مع النادي وبداية صفحة بيضاء وبالعكس هذا شيء جميل وإحنا نحبذه ومتفاعلين معه بالعكس وإن شاء الله نكون من الحاضرين بإذن الله. تحضر أبو سالم إذا أنا موجود أنا ما يعني اعتقد هو يوم الأحد بس يوم الأحد احتمال أني أكون في الخبر لكن الإخوان في إدارة النادي وأمين عام النادي ونائب الرئيس احتمال إن شاء الله يحضرون. يا أخي وأنا اجتماع إذا هام هذا شلون ما تحضر أبو سالم اجتماع هام مسيرة صحيح. حياة ناديك وبداية يعني وأنت مرحلة بس عندي 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 موعد مسبق قبل أسبوعين خارج المملكة هذا المشكلة يعني أنا السبت في الليل مسافر هذا الإشكالية وقاعد أحاول يعني إذا في مجال
أجلوا الاجتماع أنت كورقة أساسية. مشوار عمل طويل العمر. لا 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 تأجيل الاجتماع قصده على إذا يعني ليش هو وضع الاجتماع حضر ليش ما تم التنسيق بتأجيله. نعم. طيب خلينا على كل حال هو وادر احنا نطرح التساؤل. انا بس برد على سؤالك برضو التاثير يعني المشاكل اللي داخل النادي بين لاعبين واداريين واعضاء شرف في جزئيه مهمه جدا مصلحه النادي وفي نفس الوقت خلق النظام. لما تكون عادل مع جميع اللاعبين تطبق الانظمه واللوائح مع جميع اللاعبين انت حتختفي عدد كبير من المشاكل. يمكن يكون صراع بين لاعب واداري او مشرف الفريق او مدير الفريق يقول انت تجامل هذا على حساب هذا. لو جيت للواقع تلاقي ما جامل احد هو طبق الانظمه لكن اللاعب هذا تلاقي في نفسه حاجه. لما يكون في نفس الشيء على الاداري هذا يبدا يخلق مشاكل يعمل وهذه تحصل لان النادي مثلا في 30 لاعب في الفريق الاول 30 عقليه مختلفه 30 تصرف مختلف في التزام عدد كبير منهم لكن يكون واحد او اثنين ممكن يكون سبب قلق على الموجودين وهذه يمكن تحصل في عدد من الانديه تلقى حتى بعض الانديه ايش عملت تفرغ بعض اللاعبين اللي تحس انهم فيهم مشاكل يخليهم يتدربون العصر نفس ما حصل في الاهلي بدايه نهايه الموسم الماضي اربع خمس من اللاعبين اعتقد خلاهم ونجوم من ضمنهم مالك معاذ وتم الاستغناء عنه لا خلهم يدربون العصر او الفتره على اساس المدرب قال هذا لما يجون التمرين على اساس اقدر اركز على مجموعه معينه منتجه بالنسبه لي. مشكله ابو سالم عندنا بثقافه المجتمع ككل انه دائما يربطون مصطلحين العدل والمساواه. لمعلوميه الوسط الرياضي المساواه ليست عدل. العدل بانك تعطي كل ذي حق حقه وليست صح. يعني انه لما اساوي سين وصاد طيب. وعين ما هو عدل هذا العدل انك تعطي كل ذي حق حقه. انا قدامي خمس دقائق قبل ما اختم لكن خليني اسال سؤال وبعدين افتح المجال لما ترونه من حلول مناسبه في هذا الامر. هل سال عبد الله الهزاع يعتقد انه كان هناك من عمل ضده لاسقاطه ونجح في الاخير؟ سؤال مباشر. العمل ضدنا كان عمل كبير وكانت حرب شعواء لكن أسقطتنا لا ما أسقطتنا بالعكس احنا قاعدين نعمل المنتج في أخطاء بسيطة لا أسقطت قصدي هبوط النادي هذا ما أقصد الهبوط ساهمت في هبوط النادي الهبوط ما أسميه أسقاط النادي. النادي عبارة عن ألعاب وعن درجات مختلفة نجحنا في كثير من الألعاب وفي مستوى الدرجات لكن إذا فريق واحد خسر صحيح هو الواجهة لكن ما نسمي هذا فشل بالعكس إحنا العمل كيف أني أعيد بالفريق هذا الممتاز المرة الجاية. قلت حرب شعواء كيف تصور هذه الحرب؟ يعني استغلال الإعلام الإساءة الكلام بشكل غير جيد عن الإدارة عن بعض اللاعبين إحباط اللاعبين التأجيج يعني ناس ضد الإدارة ضد العمل يعني ما يهاجم اللاعبين مثلا يهاجم إداري يهاجم يعني يضرب في فلان إلى أن تخلي فلان هذا يستقيل وهذه حصلت معنا مثلا مع اثنين أو ثلاثة من عناصر في الفريق أو في النادي يعني التأثير عليهم إعلاميا يفقدهم التركيز في عملهم اليومي. هذا عشتها أنت خلال الموسم؟ عشتها العام الماضي والسنة هذه يعني كل سنة نفقد اثنين أو ثلاثة من الأعضاء بسبب الهجوم أو الحرب عليهم من أعضاء مجلس إدارة وأولاد أعضاء في العمل داخل النادي. خلينا نجي الى الحلول كما ترونها في اخر هل التواصل هل عمليه احتواء ايضا مطلوبه من الاداره التواصل مع اعضاء الشرف احتواء اعضاء الشرف حطهم في الصوره اول باول حتى يتقي شرهم على الاقل يعني هل هذه من ضمن الحلول؟ هل محاوله وضع اليه معينه داخل النادي ويعني الالتزام باليه معينه داخل النادي ايضا لتثبيت الأركان الإدارية مهمة أيضا من الإدارة من أساسيات الإدارة أو رئيس النادي. أنا أتصور طول العمر أنه محور أساسي دائما الأمور المالية في الأندية تجد الإدارة تشتكي أو تجد الأمور المالية زي مثلا رغم ما تفضل به الأستاذ سعود من ناحية الأندية الخمسة اللي مريشة ومنعنشة الأندية الخمسة يا أبو طلال طال عمرك ترى أحيانا تجد ضائقات يعني تبحل بعمرها لأنه بقدر ما عندها دعم عندها طموحات وعندها أكيد وعندها أكيد مطالب قوية أنها تحقق كل بطولات الموسم سواء محلية أو خارجية أو كذا هذه طبعا يعني ضغوط يعني تدفع إلى أن الأندية تجلب مدربين بأسعار كبيرة جدا وضخمة جدا لاعبين بأسعار ضخمة جدا. أنا أعتقد أنه الأمر أو الجانب هذا بالنسبة للأمور المالية
وجود مثلا الشفافية بين إدارة الأندية بإدارة النادي وأعضاء الشرف أو جماهيره، وجود المشروع اللي فعلا يوفر للنادي احتياجاته المالية. أعتقد أنه أبو طلال يعني إحنا ما نقول مثلا للأندية اللي متوسطة الدخل أو ضعيفة الدخل، الأندية هي أو إدارات الأندية تستطيع أن توجد ما يمكن أن يوفر لها ما تحتاجه من مادة. لنفترض مثلا في نادي عنده قدرة على أنه يفرخ ويبرز نجوم يطلع لاعبين، هذا عنده قدرة أنه يعني يؤمن الاحتياجات المالية من خلال هذا المورد. في نادي عنده قدرة أنه يعني يعمل، يعني شفنا تجارب في تونس في مصر، يعني أندية أتصورت يعني من عضوية في نادي، يعني نادي فيه مسبح وفيها ممشى وفيها يعني أنشطة اجتماعية، يعني نعم. توفر نادي اجتماعي صحيح. في أعضاء من المدينة العضويات هذه توفر للنادي دعم مالي جيد. فأنا أتصور الجوانب هذه أنه يكون لها تفعيل، أعتقد أنها تعالج كثير من طيب. المشاكل إن شاء الله. التصويت كان عندنا تقريبا 58.4 أنه نعم توجد الحروب الباردة، 41.6 لا يعترفون بهذا الأمر، بيك زيرو لا أهتم. إذن صوتها 58.4 نعم، 41.6 متقاربة نوعا ما لا، هكذا يرون. الزملاء أيضا عدوا جرافيكس إحصائي خلنا نقول عن الأندية، جميع الأندية، هل هناك نادي كما يعتقد بأنه لا يواجه مشاكل أو حروب شرفية وإدارية وإعلامية أيا كانت؟ نتابع. الملف الأحمر يتغلغل داخل الأندية ويخرج بالأحزاب التالية: حزب الأمير بندر بن محمد ضد حزب الأمير عبد الرحمن بن مساعد، حزب اللواء محمد بن داخل ضد حزب محمد الباز، حزب الأمير فيصل بن تركي ضد حزب الأمير ممدوح بن عبد الرحمن، حزب خالد البلطان ضد حزب الأمير خالد بن سعد، حزب الأمير فهد بن خالد ضد حزب علي الناقور، حزب عبد العزيز الدوسري ضد حزب هلال الطويرقي، حزب عبد الله الهزاع ضد حزب جاسم الياقوت، حزب فهد المطوع ضد حزب أحمد المشيقح، حزب محمد السراح ضد حزب عبد العزيز الحميد، حزب عبد الرحمن النعيم ضد حزب محمد العمر، حزب محمد بهاء الدين ضد حزب عادل حمدان، حزب فهد المدلج ضد حزب ناصر الدويسي، حزب صالح آل مرير ضد حزب مصلح آل مسلم. النادي الوحيد الذي تحدث أحد مسؤوليه وقال لنا إذا وجدت شخصا واحدا ضد الإدارة أو تجد حربا باردة فلك مليون ريال، وللمهنية فقد كسب الرهان بكل اقتدار، هل تعرفونه يا سادة؟ إنه النادي النموذجي فريق الفتح. المحصلة النهائية على الأقل، يعني احنا ما نقول مع أو ضد، كان التساؤل والبحث داخل رقعة النادي من خلال الإعلاميين ومن خلال اللي يعملون داخل النادي، من يعمل ضد من كما يصور، على الأقل كانت هذه الأسماء الموجودة أمامك في الأندية في دوري زين، من يعمل ضد من ومن ومن ومن. نادي الفتح كان هو النادي الوحيد اللي تقريبا ما حد ضده. أنا أعتقد أنه نادي الشباب يشارك الفتح النموذجية، يعني الأوراق الوهمية هذه اللي كان في فترات من فترات الفترات دائما يدندن عليها من يدندن أنه والله فيه خلاف بين الأستاذ خالد البلطان والأمير خالد بن سعد، يعني شخصيتين من الرموز الشبابية اللي نعتز بها. أعتقد أنه دائما التناغم والاتصالات اللي دائما تكون بين الأمير خالد بن سعد والأستاذ خالد البلطان هي من الأسرار الجميلة في نادي الشباب والتميز اللي يعيشه نادي الشباب. لكن أنه دائما هناك هذه من المشاكل اللي يعيشها الوسط الرياضي، دائما يجيك واحد والله يكتب في جريدة أو يصرح في أبو محمد، سيطلع لي أيضا من يقول من قالك في شيء بين بندر محمد وعبد الله بن سعد، وسيطلع من يقول لي من قالك في شيء بين عبد الله الهزاع، من قالك هذه من قال موجودة، لكن هي مجرد طرح البيت. يعني داخل البيت أبو مشعل، وبعدين من قال إنه ما في خلافات؟ طيب خالد البلطان قال طابور خامس كذا، طيب من يقصد بالطابور الخامس؟
ما قاله بلسانه قبل تقريبا ثلاث سنوات قبل العام الماضي نعم قبل سنتين او ثلاث سنوات اي نعم يعني ما نكون واضحين وشفافين لكن انا احترم اي خلافات معينه لكن ما تؤثر مسيره النادي انا اتكلم كل الخلافات هذه ما تعنيني تفاصيلها لكن اتكلم عن جزئيه معينه جزئيه يجب ان تكون مدرسه اداريه اللي هي الخلافات بنادي الهلال الخلافات بنادي الهلال حتى لو كان وجود خلافات سين وصاد وعين وأيا كانت الميزة بنادي الهلال والسر تألق نادي الهلال إنه مثل الطائرة إذا دخل كابتن للطائرة الركاب ما يدخلون الكابينة لكن في بعض أندية يدخل الرئيس الكابينة وكل واحد يضغط زر وقاعدة الطائرة ما هي مقنعة الهلال لا دخل الرئيس أوكي البقية ينتظرون انتهت فترته جاء الرئيس الثاني الناس الثانيين يعني إذا ما جاءوا خير ما جاءوا شر هنا هذا تميز الهلال صراحة يجب أن يكون هنا تميز مدرسة بأعضاء الشرف مدرسة رائعة مهما كانت الخلافات يجب أن نختلف ولكن نعم نتفق في حب الكيان نعم. مثل ما ذكر أيضا سعد قبل مثال آخر اللي هو عن نادي الاتفاق قد يختلف سعد الدوسري ويختلف الطوارق ولكن لا يؤثر في حب الكيان هذا أيضا مثال آخر وصلت لآخر المشوار سعد عبد الله أول شيء يعني إذا تسمحوا لي بس عندي نقطتين أشير لهم أول شيء أشكركم على الدعوة ووجودي مع الأساتذة الأفاضل خاصة أبو طلال أول مرة أتلاقى معاه وسعدت صراحة بالأمثلة الجميلة اللي يذكرها خاصة مثال الطائرة جميل جدا صراحة الكحل بسيط جدا تفضل الأندية تحتاج إلى تأسيس مجلس شرفي مكتب تنفيذي إذا في عضو شرف حيتكلم يكون عن طريق المجلس الشرفي مش خارج المجلس الشرفي يعني هذا أقل شيء كأورجانيزيشن يكون له وضعيته واحترامه ويحترم عمل النادي كمقيم أو كموجه أستاذ عبد الله الزعر رئيس نادي القادسية شكرا لك الأستاذ خالد معمر نائب رئيس نادي الشباب شكرا لك شكرا لك الله يسلمك أيضا زميل الأستاذ سعود الترجم رئيس نادي الجبلين سابقا والإعلامي شكرا لك شكرا للجميع آمل أن أكون يعني ساهمت مساهمة طيبة وكنت عند حسن ظنكم دائما الله يسلمك حسن ظن في الموجودين في الملف الأحمر نفس الرسالة موصلة لكم نحن نبحث فقط عن الحقيقة المجردة محاولة لتشريح الواقع برنامج الملف الأحمر شكرا لكم سلمان المطيوع إلى